زهير يحيوي فلتتفضل. والسيد عادل المعيزي سيقدم الشهادة هذه. تفضل سي عادل. شكرا. تعد قضية زهير اليحيوي الأكثر دلالة على ولادة صنف جديد من المثقفين الافتراضيين أو المثقفين الرقميين، والأكثر دلالة على خوض النظام السياسي التونسي القديم إلى حين سقوطه سياسة ممنهجة وحربا مستمرة خسرها على أيدي هذا الصنف من المثقفين ضد حرية التعبير على شبكة الأنترنت التي تجتمع فيها جملة من الحقوق والحريات كحرية التراسل وسريته وحرية التفكير وحرية التعبير والنشر، وهي من الحريات الأساسية التي ارتقت إلى مرتبة الحقوق الطبيعية. وتعد قضية الفقيد زهير اليحيوي الأولى من نوعها التي تباشر فيها الصلة العمومية تتبعات جزائية ضد معارض تونسي انتقد النظام في العالم الافتراضي. فيكفي تأسيسه سنة 2001 لصحيفة إلكترونية تونيزين لكسر الحصار الإعلامي الذي كان مفروضا على الشعب وتوفير فضاء للتعبير الحر عبر نشر مقالات تنتقد الأوضاع السياسية وممارسات الفساد والاستبداد وقمع الحريات، ليتم اعتقاله وإيقافه وتعذيبه والتنكيل به وسجنه وموته في مقتبل العمر متأثرا بكل ذلك في 13 مارس 2005، 13 مارس الذي أقرته الدولة يوما وطنيا للإنترنت سنة 2012 إقرارا منها بما تعرض له من انتهاكات. وكشفا لحقيقة ما حدث من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتحميلا لمسؤولية أجهزة الدولة، وحفظا للذاكرة الوطنية، وتخليدا لذكرى الضحايا، واستخلاصا للعبر لتجنب التكرار في المستقبل لما حدث، من أجل إرساء نظام ديمقراطي تحترم فيه حقوق الإنسان، نقدم في جلسة الاستماع العلنية هذه رواية والدة الضحية السيدة خديجة اليحيوي لتخبرنا عن معاناة ابنها وآثار ما حدث عليها وعلى أسرتها ومحيطها، فلتتفضل. السلام عليكم. نبدأ نرويكم على زهير يحيوي. في الأول صغر الكل بس عليه يقرأ به الشيخ ما بي حتى شيء. جاء نهار من نهارات الكونكور اللي عديه زهير لا خدمة لا خدمة لا. جاء طلب السماح وقال لي يا أمي راني باش نولي ضد بن علي. اللي هم ما خلونيش نخدم بصراحة، الخدمة هي كل بعد ما قريت اقتصاد وتصرف. مشي شو اسمه، أنا قلت له بعد في العمر هاكا ما نجمش، عمر 27 قد ما نجمش نقول له معناها لا لا. هو حر، قلت له أنت حر في حياتك. قال لي يا أمي راني نحب نموت شهيد. يا ودي يهديك ربي عيش ولدي، راهو ما يجيش هكا. أنا شهيد نعرف معناها يموت شهيد، طلع لجبل ضرب حد معناها عارض حاجة قوية. قال لي لا أنا على الإنترنت ما نموت شهيد، وسامحوني برك. تدبر راسك على كيفك. هكاهو بدا بالتونسيين حل الصيت نتاعو، يحكي اسم التونسي كهو ما ثماش لا زهير ولا شيء. أو التونسي يحكي ديما وهم الناس كل تبع فيه. إلى حد وصل حتى معناها وصل باش يوصل يفد، ما عادش عين، ما عادش يحب في الخفاء. قال ما عادش نحب نخدم في الخفاء. عدى زهير تكلم قال لي يا أمي راني أنا سيء فديت، واللي بيعملوه عمر ما يتصور باش زهير باش يحبسوه قد هكا. ما يتصورش اللي هما باش يشدوه. خطر زهير ما قال كان الحق.
يقول لهم في الحق ويوقف في الحقيقة برك. شدوه جوا في المبنيات تاع بن عروس، جو دخلوا عليه طول. أول ما دخلوا هو عرف، جو قالوا لا خلاص ما كلموهش، يلوجوا دور ودور. قال لهم خرج، قال لك عندي صحابي الكل بالأنواع الكل، يحكي لي عليهم كل شيء موجود غادي. قال خفتهم يشدوهم الكل يعذبوهم. قال لهم راه وين أنا، هو اللي تلوجوا علي، هذا هو التونسي. جابوه لي طلعوه لي للدار، جابوه للدار. قال لي يا ما يكو سيء، شدوني وسكت ما تعيطوا لا تقولوا حتى شيء. الله غالب كهو. جو هزوا اللي عندنا الكل، الكمبيوتر ومتابعه وفوق الخزانه كل شيء، لموه في فكرات وهزوه الكل. معناها اللي خصه هاي واللي مخصه هاي الكل هزوه. ومشي اتصور وانا وقتها شنية شعوري انا كيفاش نعمل. هم يطاروا بيه بالكراهب وانا نجي العسقي باش نوصل لابني لات. ما لقيت حتى كرهبة، سكروها وطبلوها وهزوا لهم كمبيوتراتهم الكل، خلوهم بلاش. ولموا الجماعة اللي حاجتهم بهم الكل وهزوا زهير ومشوا. روحت للدار، جابوني أولادي خلطوا في شرطي ردوني، مشيت رجعت قعدت في الدار. لا حول ولا قوة، نستنى فرج ربي. أما هو راهو زهير نبه بن علي، قال أنا كي تشدك يقول نشد نخرج الحم مفروض، مش نخرجش عبد حي. تعدى هكاك، انا اش نعمل، نستنى ليله كامله نستنى في زهير. وقتاش غير بيقولوا لي وين، ما نعرفش. اما انا حطيتها ميت، ما هوش حي. قال لك طلعوني فوق الطاوله وعلقوه من بين هو وفضاء، ويتفرجوا في ماتش كوره. قال لك ويضحكوا الشيخات، يضحكوا وزهير معزت على الكوره. قال وانا بينه وفضاء يجي يطلعوا عليه كيمات ولا عاش ولا حاجه، يقول له راني مانيش مسيبك الا ما تزيدك السنتيات اللي بعاد على الطاوله تزيدها من تطوالها، تصرف كان طولت ولا مانيش مسيبينك. يا عم زهير قال لك انا ايش باش نعمل. قال لك بصراحه ما عادش في، استعرف. قول لنا منين تجيك المعلومات، من القصر، شكون عندك في القصر؟ قول لنا على هو كل اللي ماتوا في الطيران، كل اللي تابعين بن علي، الجماعة اللي طيح بهم الطيارة الكل. قال شدوني عليهم، ضبط عليهم المر. أشكون يوصل لك في المعلومة؟ زهير قال لهم أضربوا قطعوا خلوني معلق الموت، راني بنموت أنا، راني ما نعرف حتى شيء، ما أقول لكم شيء بصراحة. قال قعدت معلق هكاك ليل ما عادش، قال لك ما عادش فيا جوار خوه، سيبوه والكلام اللي ما يتحمله حتى حد، والبوني والضرب والصور. واحد شدوه بعد مدة اللي هم يلوجوا عليه بالحق، مش تلويج. قال لك الضرب الكليتة والعمود والكل، هو استعرف. قال لك مستحيل. قال لهم باش نستعرف، راني ما نستعرف بشيء، انت ما عملوا اللي تحب. قعد هكاك زهير، قال لك انا شني في الداخلية، شدوني جابوا لي باك وحليب بعد عاد قرب الصبح، باك وحليب يحلف ويعاود حشاكم حش وجوهكم كل خنافس، الباكو خنافسهم كل لموهم راه من برر. جابوهم له قال لك كان عينك بالريق، كان عينك قلت حكاك شيء. هو ما يحكي ليش برشا لاني خايفني انا، متاثر راه، وحكي للعباد الاخرين اكثر مني انا، خايفني نتأثر زعما. قلت له انا راني ما يفل فيا شيء، بعد انا ما جبتك انت وعملت هكا راني ما يفل فيا شيء، احكي لي عيش. ولدي يقول لي راه باش هكا. مشي من غدو وقعدنا نستنوا، ما نعرفش وقتها عدوه للقرجاني ولا القرجاني الاول، ما عنديش المعلومه الصحيحه، ما عنديش. هزوه للقرجاني، مشيت على الصباح والفجر، درت روحي انا وبوه ومشينا نمشي ندور قدامك القرجاني وزهير هوش عندكم. لا حياه من تنادي، لا ديما لا مرفوض الكلام. نزيد نرجع لهم،
نقول لهم راني يم، وانتم عندكم امهات كلكم اكيد عندكم امهات، لكن حتى فيكم طريف احساس شويه برك، تقولوا لي ولدي مات ولا حي، انا هذا هو الحكايه بقي نعرف تحت ايديكم، اما الحبه ميت ولا حي، يقولوا لي لا نقولوا لك لا ميت لا حي وماهوش عندكم. جاء واحد مشينا عملنا دوره ومشينا طبعا في شيله بارده، ثم واحد تكنا متاع جيش ما نعرفش شو اسمها، مشينا لها في نهار حر يحرق، النار تحرق في قلبي والشمس تحرق من فوق، مشينا قال لي راجلك هو هاي نروح هو كهو ما عادش نجم هاي نروح ما عادش فيها وين، قلت له انا ما نروح الا ما نسمع بزهير وين، رجعت لقرجان ثم واحد ولد حلال جا وشوش قال لي راهو زهير حي وراهو في القرجان هاو هني، اما راهو حي قلت له راه مازال ما ماتش، درنا رواحنا شنو درنا رواحنا وروحنا هيك الدار تحلى نمشي ونجي ليل كامل نمشي ونجي، هذاك هو تو باش يقولوا زهير مات، ما عادش ما نستنى في شيء الا حياه، الواحد ما يزمرش ويسمعها، انا ليلتها ايس من الحياه، قعدت نستنى، جاء الصبح جاء واحد كما يقولوها يضرب في السماء وطلع عليه من الباب، انا حليت الباب قلت له زهير حي ولا ميت، قال لي جايبت لنا ارهابي تقول لنا حي ولا ميت، يا ودي صلي على النبي شنو ارهابي شنو هو الارهابي هذا نتاعك ماهوش ارهابي، طل ولدي الاخر وليد من البيت قال لي تبع النهضه، ايش تبع النهضه لا تابع حتى شيء، طل وليد من البيت قال ايش ثم ايش ثم يا امي، قلت لها واحد جاء يا ودي زهير هوش حي ولا وقدره ربي ما يموتوا كلهم لكن شهاده، ما حبش يتكلم حي مش حي، انا اقول لي حي وسيب برا يمشي على روحه، خرج وليد هكا عامل اللحيه اي قال لي شنو هاك عندك ارهاب يا اخ، يا ودي صلي على النبي اختاني من قول لي زهير حي ولا لا، ما يهمكش فيا حتى انا ارهابيه ما يهمكش فيا، نحب ولدي هوش حي، شد صحيح وبعد قال لي تعرف شنو ولدك هنا حي، يا ودي وين؟ الله اعلم، دار راح ومشي، مشينا عاد من غدوة خوي وجماعة الكل الحق مشوا سهلوا ورادي نصر الكل وقفوا كل يجاروا من الخارج للداخل بصراحة يجروا معانا وزهير شنو؟ زهير حولوه للتسعة فري اللي تو هون محوه أصل، حولوه للتسعة فري نضنا الصباح مشينا التسعة أفريل خرج لنا زهير واحد ما تعرفوش محطم من كل شيرة دقدق، خرج قعد معنا شوي قال هكا جبدة وخطفة وقال لك هو ما كليتيه هو أنا حي، ورغم اللي هو ما لازمش يعيش هو حي، قلت له باه سكت قعد، والله كيفاش بنزيد نحكي لك مشي باش ما طولتش المحاكمة ما يمتع في سنة زعما باش يحاكموه، كأني نتذكر هك مشو حولوه لل باش يعدوه على المحكمة، صغير جايين من الداخل ومن الخارج والجماعة الكل وتعرفوا كيفاش جايين كلهم الصغير بصراحة، المحكمة تملأ وتفرى ومن برا ومن داخل، صغير قال ما ندخلش ما ندخلش، يجي المنكبي هذا كان صدقني ربي اسمه وليد المنكبي ولا يا ربي مكرم، يجي يحكم عليه على البلاصة عامين واربع شهر لا شافه ولا يعرفه ولا حد شيء، كلمة الحق ما سمعهاش منه ما قعدش يستنى، نجم انت تونسي وعربي ومسلم نجم تستنى حتى ليل هو يدخل لك ويجيك، لا هو كيف رفضني حكم عامين واربع شهر، خلطنا هنا عبد الوهاب معطر وخلطنا الكل، المهم اللي يجي قد يجري يجي، مشينا الباقي رجعنا لتسعة أفريل، دخلوا زهير غادي ما يتصورش ما يحسبهمش باش يحبسوه هكاك معناها الحكم ما يحسبش هكاك،
حكموا عليه كما حبوا هو. بعد يمكن هزينا له، والله ماني عارفه مشينا له زياره في 9 افريل ولا ما مشيناش، نهار اللي ما مشيناش حولوه طول المرنقي، المرنقي ومعاناة المرنقي وشد وادي، ما عملوش الحم، ما رحوهش في الماكينة، أما زهير مشي، معناها تم يسل زهير حتى ولا العظم، هذا العظم والله ولا جوعي، كل وين نمشي نزوره زهير نلقاه نقص القفة هذه ما يأكل منها شيء، يهزوا هم كان نهز الزيارة يحطوا معاها تفش، تصور أم ونبدأ نعمل فيك القفة وننظف فيها باش ولدي ياكل منها على الأقل، نبدأ قاري حسابي حتى في يخلي حاجات، يخلي كسكروت مثلا على طول الأسبوع، هذا قال لي يامي ما تجينيش كل تجينيش مرتين في الجمعة، عندي الحق في مرتين نمشي مرة واحدة نوصل له يحلف ويعاود قال لك تفش ويخلوا له هكا نوقف نقعد نفارع فيها وكيفاش انا نلمها، قال لك يخلي هاي الكل، هذه هاي مخلوطه بال يمكن فوق العصي اللي عندهم ملطخين راهم بالدم، اما قال لك القش فيها محطوط الماكله من فوق فيها تفش نتاع الصباب تلوطه نتاع القاع. قعد هكاك نمشي انا نزوروه انا نمشي ونجو ما وزروسه شدوه الوجاع بتاع سنيه سوس ديما زهير مريض، كل الحق في الاول نمشي وحدنا وبعد تبرع خويا اللي يخدم في وزاره الاقتصاد على الصباح كل يوم يهزني وصل البوليسيه يجون الفم الباب يتبعونا يوصلونا نوصلوا للحبس. توا عباد جاية تعبة ومساكن نقدرهم وجايين من بعيد من شمالها من جنوبها الكل جايين لأولادهم، أنا يعدوني أنا كي نوصل يعدوني طول، ما يلزمنيش نقعد فيك البيت الانتظار ولا نستنى شوية ولا نحكي مع حد، أنت طول طول، ويخرجوا اللي غادي يخرجوه اللي مازال ما تخرج وما شد الصف يقولوا له أخرج أخرج. يا ودي العباد ما يمسكوتش وانا ما نحبش نعيط ما نجمش نعيط وما الله غالب استنستك، قال ادخل ادخل اخرج اخرج. نمشي ندخلوا زهير ما تتكلموش ما تقولوا له حتى شيء، ها زهير شنو يحكي لنا بدو البنات الكل البنات خواته كل تكلموا بالطليان، تعدت هيك سلامات كل الاخبار الكل وصلوها لهم اللغه الطليانيه، نهار من النهارات فاقوا بيه فاقوا كل وين يحلوا الانترنت يلقوا الكلام خرج، جو هاك الولد اللي عس اللي دخل فينا ويعس عليه قال لك لا انت تخلي فيه يتكلم، راني ما خليتهمش يتكلموا طرش يقولوا ما فاهم ما نعرفش عليه، سالت عليه بعد وين فلان وين، قالوا لي لا جاء من يسكن في تونس يا اخي عمل حادث مرور مات، انت عايش تسالي عليه؟ قلت لهم والله هكاك خاطر هو شد ايامات معاي معناها ديما شد نتكلم. نمشي ونروح زهير القفه يحلف ويعاود قال لك لا توصل لي كان حاجه بسيطه وانا نعد على الايامات حتى من الغله منين نهز نعد كل يوم ياكل كعيب على الاقل هذا اقل شيء. التعذيب والكلام وهو ما هو ما يسكتش نوعه ما يسكتش، يشد البوليسيه قال لهم انتم نهار شدهم قال لهم بصراحه انتم تاخذوا في راي بن علي كان يقولوا لكم عذبوا عذبوا اقتلوا اقتلوا راهو خير لكم كنت تفيقوا على ارواحكم خير لكم خير. المرش اللي كل ديما زهير يتكلم ما يسكتش الله غالب لسانه زي في البرة زي الداخل ما حبش يسكت لا من بوليسية ولا شيء. مشينا نهار من النهارات بدت القفة نمشو ونجو القفة يرجح أنا عامل ذراع قال لك نهار شدنا واحد بدلو نمشيت للمدير شو اسمه هو هشام العون
قلت له عيشك الله يرحم والديك، راني ما نوصيك على شيء الا زهير يا اخويا، احبسوه اربطوه الا العذاب والاهانه. لا باهي باهي. نهار من النهارات جاء زهير طرشني حكي لنا على واحد جي غادي. اسكتوا معاش انكم مش برطاب، احنا برطاب زهير ما نعلن والله ما نكسبوا فضاء، ما نعلن البرطاب. قال لك البرطاب اللي يعرفون وين وما حشيش بيهم ما تعرفش بيه. يوصل هكا الراجل يجيبوا لنا واحد اخر. نهار اللي كلمت انا المدير قالوا له حتى انت معناها ما تسامح. جابوا لنا واحد كان صدقني ربي ناجي، ما نعرفش انا عيطت له ناجي هو الله اعلم شنو. ما تكلمش ما تكلمش شد، يقول البنات ما راحين اللي جايين، يقول ما عادش جون نجي مع جاي ما تجونيش. انا ما نجي مش ما نجيش. منهم نهار بعد ما عذبوه وقالوا لا ما تكلموش زهير ما خرجناش، قلت لك هو هذا سيء خذي صاحب الامانه معناته. القفه خلطوها عليا في المرناقي، واخت اخوي مازال ما يمشيش معايا والله في المرناقي القفه خلطت، ويتمين ويحفلهم يقول لهم كون تنقص حاجه ارجعوها لهم. مشينا الله والله تعدينا ديما تعدينا بالمرج هكا والعذاب هكا اللي تعدوا وكل عامين. نهار بوه عمل اعتراض في مسكين، ما هو ما في باله هياله باش ولده يخرج. مشى عمل له قال له راني باش راني جبت لك العفو باش الزين يعفو عليك. انا يعفو علي الزين بدا يعيط ويصيح على كبر صوته والشاهد ربي. البوليسيه اللي واقفين حداه هذوكم اللي اللي عاملين ارواح حاجه اخرى، صدقني من الاربعه من الاربعه حداك زهير هكا حداه، وهم منه من واللي من قديان واللي من تالي، والكل زهير يصيح يقول يمشي زهير يعيط ويصيح يقول له راني سامحني راني يا بابا ما نقبلش من بن علي، اذا كون يعفو علي راني نتركن هنا ونقعد مانيش خارج حتى كون يخرجون. شدوا ليلتها عذاب، عذبوه بالحق ليلتها عاد العذاب الاكبر. حطوه في هاك انا ايش نسميها تحت الارض ولا ما نعلمها شنو، يحكي ويعاود في الظلام هكاك. نحوا له حوايجه وخلوه هكاك في الشتاء جانفي ولا في الصيف والله ما نعرف، هذه نظهر لي مؤخر كان في الشتاء. مشى قال لك والله العظيم نمشي هكا ندور حاجه كي الزاوره محطوطه بطانيه، قال لك الدب. قالوا لي انا اعرف الظلام، قال انا راني دخلت القبر قبل ان نموت. منين جاي يحكي؟ قال انا راني دخلت القبر قبل ان نموت، راني مالي شيء ممكن ياسر القبر رضوى من هاك. خلوه غادي نص صباح حتى للقريب، كان قال خرجوني كان قريب 11 وهو هكاك. مشيت نمشي نزورو اش نعملو ديما احنا مرعوبين. نهار مرض بزروسو برشا تعب، جابوه ظهر فيهم باش ياخذ الدواء. اخته نجيبه تقول له مشت لهم قلت لهم راهو خوي لازم الدواء راهو عنده بالكش الكلاوي. قالها الحمد لله اللي الكلاوي صار مش منا احنا يا ودي، راهو من عندكم انتم، هو راهو يا مريض بالكلاوي اكثر من الزروس هذا ما عادش ينجم. لا يقول لا لا انا جابوا له الدواء، جابوا له قعدتين حرابش من غير تاريخ بيض هكاك حطوهم له. قال له يا زهير اش في لابابو زهير رجع ما عداهمش. يشد وقت اللي في القصبه نتاع ساقه في الغلوظ الحمل يضربوا بك الصباط نتاع الجيش للمات والله العظيم نقيس في مك صوابع بريل الحمكة لا هزوه للطبيب ولا استعرفوا به ولا حتى شيء. ضربنا الحق مشيت ناجي، هذا اللي يقولوا له هذا يعس علينا ما يخلي ناس نتنفس اصل. قلت له علاش بينك وبين زهير؟ قلت له قول لي شنو هو لكانك انت عندك بين يقري معاك يا عندك به بونتو، ما هوش هذا كله صايت بن علي باش تعذب زهير هكاك. قال لي لا والله لا خدمتك ضد زهير هكاك تعمل له، ما
ما يجيش ما يجيش راهو ما يجيش والله انت بديت نحلف بصراحه. قال لي ما ناقص كان بتطلبي مني بطاقه تعريفي. ايه قلت انا تسخيني حيره من الغل راني لا نعرف لا باش نجيبها لا في 24 لا حتى شيء. قال لي قلت له انا كانت عليا يعني عندي رجال يجيبوها لك في 24 ساعه بطاقه تعريف. اقسم بالله يا جماعه العمر حساب راجل خاف هكاك. الراجل تحشى في ركنه في شوكه الكواهد كله يرقل هيك. راني والله ما عندي ضد زهير شيء، راهي خدمتي راهي خدمتي. ما لا قلت له ماهيش خدمتك انت ضد وشديت في الضد صحيح باش تجيبي لي بطاقه تعريف زاده. وانا غير هكاك نتكلم وانا نفرج على قلبي برا. مشيت روحنا وقتها الراجل زهير ما عادش تو ولا ما عادش القفه ما عادش يقبلها بصراحه. جي جماعه مش عارفه لازمني نذكرهم ولا لا اللي جابوا له القفه قالوا لي تهزها زهير ومشوا معانا. مشوا قفه ما تبان حدا قفه تمه ما تبانش قفه تمه عادي. القفه هذه تبارك الله من كل خير. جا زهير طلع عليها قال لا هذه مش قفه امي وامي ما تنجمش تصرف القفه هذه فرد جمع مستحيل. تو ترجعوا القفه لم ترجعوها كانها مازالت هنا ولا ان شاء الله دخلتوا للدار. القفه راني مش قابل مش بتاع. شدوا صحيح احنا روحنا وصلنا الدار رجعوها. قال لهم يا جماعه تعرفوا شنو يا جماعه يلي مربوطين الكل. قال لهم بروا هذيك القفه ان شاء الله صدق على ماليها انا راني ما ناكل منها شيء. قولوا صحة وشفاء انا راني حتى قرام ما ناكل منها والله ما ضاق بالكل. كلوا الجماعه وبعد مشيت باقي جاي واحد اخر باقي نهار هزني. لا عاد قال لهم القفوف بتجي تولي تجي من عند الناس انا نرفض. يا يحطوا اسمهم يا راني نرفض منين بجتني انا بعثاني بن علي نرفض ما نقبلش. رجعوا لي هيك القفه نهار الاخر ايش باش نعمل؟ رجعتها لمالي علي بن سالم الله يرحمه. قال لي هزه نمشي معك وهزي القفه ونهزها زهير. قلت له يا عم علي تعرف راه زهير رفض القفه الاول وتزيد هذه راهم باش يرفضوا. قال لي قلت لك باش نمشي معك نمشي معك وزهير توصل له القفه نتاعك. ما قبلهاش رجعها. رجعت هاني قلت له زاد والله ما نجم نذوق انت تنوع فيها وتريقل وانا بنحطها قدام الاولاد وياكلوها ولا يبغوا يذوقوها زاد ما اكل ما كلوش منها ما كلاش منها اخوه مستحيل يقبلوها. عايش كان علي هز روح بها مسكينه سطنا ما نعرفش دارها وين في جندوبه ولا وين مشى رجعها في وسال رجع كيف ومشى على راحه. نهار من نهار جات يجوا العباد يزوروا يطلوا جيت صوفي قلت انا بغي نمشي معاكم انا تمشي معانا ودي هديك ربي. قلت لها مش مدخلين. قلت انا باش نمشي ونحاول ونعمل ولازم يدخلون. جا المدير قال لي شنو يا اخي جاو ولاد جايبين في الاجانب. قلت راهم هم اللي يجوا مش اللي نجيب فيهم هم اللي يخسف الطياره وهم اللي يجوا. وليت قال لي هذه راهي مش داخل هزوا لها اوراقها الكل فكوهم ودخلوا قروهم. وبعد قال لي بري انت هز القفه والطفله تدخل معانا للقد المدير. لا يا بابا قلت له عديها على غافل والله ما تدخل داخل من الصور ما تدخلش بنت الناس تقعد مانيش ماشي الوقت بطلت ماني زايره مش لازم. هو يا اخي من حرم كان من هكا. قلت يا تخليها هنا في البر في الكاكا تصمت كما العباد يا راهي باش تدخل غادي راهي مستحيل السبعه. وانتي وانتي واحنا ما نعملوا شيء واحنا قلت لهم انا نعرفكم انتم شنو ونعرف شنو حياتي ما تمشيش. باش خذيها بخاطري شو اسمه تخلاها واقفه غادي واقفه ثم حتى جيت. ودخلت وصلت القفه وما حكيناش حتى برشا فيسه فيسه ماني قلت لكم راهو اول وحدين يدخلوني انا باش ما نحكي لحد وما يعرفني حد وما يشوفني حد. ان شاء الله يسامحوني
اللي في الحبس الكل واللي عندهم المشاجين كل خطر انا ظلمتهم. يبدا يقولوا لي ايش تحسبي روحك؟ ايش نقول لهم؟ يعلم كان ربي انا ايش تحسب روحك؟ انا ما نحسب روحي حتى شيء. نحسب روحي راه القانون تونس يعمل لكم هكا. ما ندخلش انا قبل العباد. عمري ما ندخل قبل العباد يكون حتى يبدا في صف عادي على حاجه بسيطه. نشد الصف حتى يجي نطري. يدخلوني طول. والعباد تعارك تبدا وتعارك وتسب وعندهم الحق ما انا معاهم مانيش خاطر هم سارين من عقب الليل وانا جاي خطوه. الزياره الفرديه عمر هذاك زهير عامين الزياره الفرديه مستحيل. ندخلوا ما بين القضبان يقول لي ما تقربيش لحد فصل هكا نتاعهم ما تقربيش معناها للحديد ما تقربيش بكل. ما تعدت حياتنا الحق مرة مشيت أنا روحنا ديجا كيفاش خرج من الحبس وشنو اللي صار وقت اللي خرجوه من الحبس أي. كيفاش صارت وشنو اللي عاش بعد الخروج وقت اللي خرجوه أي. وقت اللي خرجوه زهير وقت عامل ضراء عطاء خرج ماني قلت لك رفض هذاك العفو الرئاسي رفضه خرجوه انا قبل مش عارفه في ايامات ما ايامات اللي كملهم ما من اربع شهور في بالي في بالي هبطوهم له هبطهم له السليتي وقف قدام السليتي بالحق مشينا له المحكمه وقف قدام السليتي يا زهير اسكت يا زهير اسكت زهير يتكلم على كبر صوته كما تعرفي يهديك ربي يسكت يا زهير يقول اختان وهو تططط على بعض على بعض يا ظلام يا بيكم يا عليكم إذا كانكم على بولوسيت بن علي، إذا كانكم على ابن علي، إذا كانكم سكت سكت الراجل وبعد قال لا من فضلك هكا هو يز وأنا حكم عليه عاد بعد وبعد عدى السجن وتعدى وهو بغى يتعدى يجي لك يمشي لك باش نمشي كلموني في الليل مع ماضي ساعتين الثلاثة نهز التليفون ألو كانت تشوفي ولدك راك تخلتي ولا ما تخلتيش ولدك في شو اسمه هزوه لسبيطار بنزر يدي كيفاش هزوه سبيطار هو في تونس وهزوه سبيطار بنزر قال لي راه ولدك في سبيطار بنزر انا للصباح عطيت احكامي الرب انا من نهار اللي هزوا زهير نستنى فيه مئمت بيجيبوا لي زناد ما نستناش في العفو منهم باش ما وحتى وصدقتهم يعني حسب بالحق راني نسمى هزوه قعدت قلت لهم الحمد لله يا رب لا عندي لا كرهبه ولا طياره ولا بسكليت شنبرك غادي للصباح جوني جماعه سمعوا قالوا لي راهو سهل قالوا زهير لا ما هزوه البنزرط ولا حتى شيء هم بونتوا في انا وفي ام زهير وفي اخواته وفي خوته وفي الفامي الكل اللي عملها صح عليه ما عرفش حياته راهي كيفاش تو تعدي انا كل سنين اللي تعدوا يا ناس راكم عندكم الكبد صدقوني انت مرجع شين مرجع ولا غبط عليه جمعة كل جمعة نمشي ونمشي مرة أخرى وقت اللي يجوا الأجانب نمشي معاه يجي حد يوصلني ونمشي معاه المرج اللي شفته واللي ذقته في حياتي عمري ما تقولوا هالعبد كيفاش تقعد حي تو وديما يا أمي ما تخافيش يا أمي ما تخافيش يوصي خواتي يجي يقول لهم عيشكم ردوا بالكم ديما روسكم الفوق ما تهبطوا هماش لي واحد ولا تخافوا ولا تعرفوا خوف انا عارف راح ايش عملت وانتم اعطوا حكامكم الرب ان شاء الله سامحوني وكهو شنية طلباتك خديجة نعم شنية طلباتك بالنسبة للفقيد سمعتك طلباتك شنية انا طلباتي طلبات اللي عذب زهير نحب يجي يستعرف يتعذب كيما يتعذب زهير قدام عيوني نطلب من عند ربي لما عذبناش احنا عذب ربي اما نطلب اللي هم يستعرفوا علاش يعذبوا فيها هكاك طلباتي كل واحد هز كلمه في زهير وعمل هكاك يلزم يتعاقب الحساب في الدنيا ما هم حاسبوني في الدنيا ما خلوش حساب
اللي بيحاسبني ربي بيه هم حاسبوني في الدنيا، أنا نحب متحاسب قدامي. هذاك هو نطلب ربي سبحانه وتعالى ينتقم منهم، وإلا زين العابدين بن علي، صدقوني يا جماعة، زين العابدين بن علي مع زهير ابن صاهر، يقول لي يا أمي هاو زهير، هاو زين يسمع في الخط متاع عنده شكون يوصل، يقعد صاهر معاه للصباح، ويبدو صحابة الجماعة الكل صاهرين على الفورم، وزهير يقول لي تو والله الزين معاه، يقول له تكلم، يقول له بك الكلام الخايب يسمع الكلام. الزين إذا كان هم توها جماعة التجمع اللي جوا شادين الصف باش أنا ما نقولش كلمتي، ما نقولش الحق، وجايين قدام الهيا ويتكلموا، يتفضلوا يجيبوا لي الزين إذا كان ما بكاش بدموع الدم، ما عادش أنا خديجة اليحيى على خاطر يعرف راح شنو يعمل. زهير قال كلمة الحق، ويا ناس راكم شاهدين، راهو ما قال كان كلمة الحق، قال له سارق ما هو سرق، قال له ينهب ما هو نهب، قتل العباد، انكر غدر، ما قال له حتى شيء، ما تكلم كان على الغدر اللي عمله الزين وحده. وإذا كان فيهم الحياة واحد منهم يجي قدامي ويقول راهو زهير تعمل غلط، زهير من انتقام على الحياة، واحد قاري خسر قرارته يستنى فيه بوه نهار اللي مات بوه زهير. أنا وقتها روحت مع أخوي هو حاضر توهني، صدقوني لنقد نقعد على كرسي، يا ودي قعدي ما تمشيش، قلت لهم ما دام زهير حي في النفس أنا نمشي الحبس، ما نقعدش. مشيت جو جابوه ضرب عن طاع الصباح، جونا فيقوه قو إيش ثم يقول آه، قال أمي مات، قالوا لا واحد من العائل أم شد صحيح أمي، قال طاعت قدس قسم بالله، قال طاعت عن في القاعة، والحمد لله حتى في الحبس راه ثم المشاجين اللي شو اسمه يروفوا عليه ويوقفوا معاه. ناضوا الكل سكروا البيب وخلوه، زهير جابوه لي ثم الأربعة متاع الصباح، قوموا قوموا ها هي عباد البوليسية من آخر النهج، هذا صاهرين ما عارفين بيجيبوه. جماعتي جيراني كل يقولوا والله العظيم البارح نحسبوا الزين جاك، لا قلت لهم هو الزين راهو جان وهز العز ما عندي، حتى بوه ما ماتش راه مات عادي، مات من القهرة من الحمصة، شنو هو واحد لا جهد لا حول ولا قوة إلا بالله، مات من الحمصة طك طاح. قام الصباح بنتي مشات تخدم شرب قهوة، وبعد نبت زير عليه قلبه مشي ناس شكر يجري هذا الشكر، قال لي يما راهو بابا معناها بابا تشبيه موش عاد. مشيت نجري لقيت الراجل سيء باش يموت، اشتر سقيع على الفرش واشتر الاخر على الفرش والاخر على القاع، هزيت بين هوفه هزوا معي وانا مريضه نكمل على الاخر، هزوا معاه طلعناه على الفرش، وبعد تالي غطيته وشاهدت شاهد نجيب على كبر صوتها شاهد شاهد يا بابا شاهد، أعطيته شربة ماء أطفئ لا مشي على راح. يا بابا يا بابا قلت لهم والله العظيم راه أبوكم مات، كان عينكم تحملوا كان عينكم مالش، احنا رانا حياتنا كل باش تتعداك، كلنا باش نموتوا ما دام الزين الحي، رانا كلنا باش نموتوا واحد واحد، نموتوا سقطة قلبية نموتوا ما نعرفش شنو باش نموتوا واحد واحد، وعمل على رواح حطيته. مشيت ناديت الخوي هذا جاي عبد الله، ومشيت الجيران برا ومشوا عيطوا لي الجيران، قال لي راه هو هذا هو توفى، قلت له انا نعرف انا توفى، قلت له غمضت ولا قلت وسقيته وسيء مرش بك ما تبكوش، احنا مازال عندنا جهد باش نبكوا، ما عاد يبكينا شيء ما عاد سيء. قلت لك عاد جا زهير البوليسية سيبوا زهير قاع هكا حتى المشوار اللي قعد، وعامل ضرب جوع باش نعطوه كاس مية، جابوا كاس مية وكاس حليب صخور خاطر هو عنده قداش وهو ما ياكلش، لا ما ياكل يشرب، علاش؟ خاطر تعملوا له حاجة، شنو باش نعملوا شنو قتلوه؟ رجع غادي كبر الراجل هذا البوليس وهزنا الكوجين، قال لا وهم في الكوجين اللي حاجة طباك وحليب شرب
اللي لقى قهوة طيب يشرب المية الفريجيدير فرغوه يشرب وياكل. قلت له ما انا علاش علاش انت بتاكل وتشرب وانا ولدي باش خلي يموت يا سيد يموت عندي خلي يموت عندكم. وهزوا خطفوه وروحوا به رجعوه رجعوه الناس كل ما لا جابوه في دفينه ولا حد شيء. هكا ما كشفت بوك هنا مات امشوا على ارواح. شكرا خديجه شكرا ها شكرا.